السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم ماذا صرح سامويل إيتو بعد وصوله اليوم إلى أرض الجزائر. لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. إذن حل رئيس الاتحاد الكاميروني سامويل إيتو اليوم بالجزائر لمؤازرة منتخبه، وصرح سامويل إيتو للصحافة الجزائرية تصريحات قوية جاء فيها: الجزائر كانت في صف الكاميرون لتنظيم كان 2021، ونحن أيضا سنكون في صف الجزائر إلى جانب الجزائر لتنظيم كان 2025. لن أخون أبدا الجزائر، وسأكون إلى جانب أخي رئيس الفاف جهيد زفزاف. شكرا للجزائر على الترحيب الرائع للكاميرون. الجزائر بلد كبير باستطاعته تنظيم أكبر المنافسات. نسخة الشان ستكون ناجحة إلى حد بعيد. كانت هذه تصريحات سامويل إيتو. وهنا أعزائي المشاهدين، شاركونا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.